بص يا فندم، خلينا نتكلم بصراحة، وأنا بنتهز فرصة إن مع حضرتك عشان الرسالة تبقى واصلة للمستهلك وللتاجر. الموضوع في منتهى الجدية، الموضوع في منتهى الجدية. لا واضح من صوت حضرتك إن أنتوا قررتوا إن أنتوا تتصدوا للموضوع ده بشكل قوي. يعني نيجي للجزء الثاني اللي حضرتك ذكرته اللي هو إيصال الحجز، وده في غاية الأهمية. إيصال الحجز كان ورقة مبهمة لا تحتوي على أي بيانات دل على عملية الحجز. على سبيل المثال بيكتب لك في الإيصال سيارة كذا هتستلمها لما تيجي، ويحدد السعر وقت الاستلام. حاجة كده تقدر تقول عليها يعني عفوا يعني ملهاش أي علاقة بالقانون، مفيش أي اتفاق، يعني الوصل مفيش أي اتفاق بالضبط. النهاردة بقى حضرتك أصبح إيصال الحجز السيارة لابد يثبت فيه الآتي: واحد، نوع السيارة، اثنين، مواصفاتها، ثلاثة، سعر التسليم، أربعة، ميعاد التسليم. وبالتالي حضرتك لو جه ميعاد تسليمك وما استلمتش العربية تسترد الفلوس. فانتوا قررتوا ان وصل الحجز ده بفيه كل البيانات دي. اسمح لي بس اضيف عليها حاجة. حضرتك ولو جيت تستلم العربية وتأخر عنك يوم من حقك تسترد الفلوس مضافا اليها فوائد البنك المركزي عن الفترة. يا عيني ده بجد الكلام ده؟ ايوه يا فندم بجد، ده قرار مجلس الإدارة المنعقد الفات. ليه بقى سيادتك؟ طبعا انت عارف ليه، وحضرتك ممكن ما ضيعش الهوا معاك وتشرح للناس ازاي بتتلم الفلوس وبعد كده بتتدور في تجارة تانية ويقول له اتفضل فلوسك، بس الحقيقة معلش انت دافع 300,000 جنيه، هديلك كده 50,000 في 20,000 يعني حاجة شبه كده. لا حضرتك هتاخد ال 300 ولا 400,000 اللي واخدها، ولو اتأخر عليه غرامة، عليه غرامة وفوائد. ولو المستهلك قال لا انا مش عايز الفوائد، انا عايز احيل الموضوع للنيابة، يحل النيابة ويبقى ليه تعويض في المحكمة. الموضوع زي ما قلت لحضرتك لازم ناخده بجدية، واحنا مش بنتكلم بس، احنا بنبدأ بالسيارات باعتبار الظروف الآنية او الظروف اللي اي حد طبعا غني عن البيان. اي حد ما يلاقيش هذه الاجراءات بعد يوم 15 يروح لجهاز حماية المستهلك وياخد حقه ان شاء الله، وده قرارات جيدة جدا وقوية علشان الناس تقدر تعمل يعني وقفة للأوفر برايس. شكرا الأستاذ أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.